دكتور ملهم حياك الله، السلام عليكم. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل ما تعودنا دائما وفي من خلال برنامجكم بلسم أعزائي المستمعين، دائما نركز على الأمور التي تهتم بحياتكم الصحية، ونحاول قدر الإمكان ننتقل من حالة ما أسميه من حالة الضفة المظلمة حيث يكمن المرض إلى الضفة المشرقة حيث تكمن الصحة. عادات خاطئة، سلوكيات خاطئة، مثل ما سمعنا أيضا نصيحة بلسم يعني عدم تناول أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب. قد لا يعتقد البعض بأهمية مثل هذه النصائح البسيطة دكتور، نصائح بسيطة لكن تأثيراتها كبيرة جدا ومفعولها كبير جدا حقيقة. عمل كارثي حتى تكون حينما يكون الإنسان الطبيب نفسه في العقاقير الكيميائية، أو حينما يذهب إلى الصيدلاني ويقوم الصيدلاني بإعطاء وصفة كامل للمريض. نعم. وخصوصا في هذه الأيام، البارحة زارني شخص يعني عمره فوق 60 ويتناول الحبوب المضادة للزكام. نعم. بما تحويه من سويدو إفدرين، هذه نعم. المادة الخطيرة طبعا، رغم أنه في هناك تحذيرات يعني نعم. سابقة من وزارة الصحة عن هذه المادة. هو يعني هو كان عم يشتكي أنه صار عندي اضطراب بدقات القلب، لا اضطراب بالتبول. نعم. صار عنده حصر وعنده كذا. طبعا الوحدة لو أنك بس قرأت الورقة المصاحبة، النشرة المصاحبة، شاهدت أنه ضخامة البروستات هي واحدة من مضادات الأصباب لاستعمال هذا الدواء. نعم. طيب، من يومين تقريبا يعني مريت هيك على صيدلية من الصيدليات، ويعني فقط لي يعني أن أرى ماذا تحتوي الصيدلية. طبعا ملفت للنظر أنه معظم المساحة مخصصة للمكملات الغذائية للفيتامينات، حتى يعني الشخص الذي يعمل في الصيدلية اقترب مني وقال لي ماذا تريد، قلت له فقط للاطلاع، فقال لي هل تريد فيتامين سي، هل تريد، قلت له طيب ليش بدي فيتامين سي يعني هل من ضرورة أني أخذ فيتامين سي؟ ليس هناك من ضرورة، بل على العكس هناك دراسات كثيرة أن تشير أن هذه المواد الكيميائية أو العقاقير حتى لو كانت مكملات غذائية، إذا كنت تتغذى بشكل سليم لا حاجة لها، بل على العكس تشكل إرهاق للجسم. نعم. وفيها فضلات استقلابية. حتى الفيتامينات يعني مثل ربما لا يعرف البعض بأنها لها تأثيرات سمية على الكبد وأيضا على الكلية وعلى الجسم، وبخاصة الذوابة في الدهون. نعم. وهي الـ ADKE. نعم. واللي بنتناولها يعني الـ A الناس بياخدوها مشان الجلد ونضارة البشرة. نعم. وما شابه ذلك. نعم. وهذه تؤدي إلى تسمم وقد تكون خطيرة على الحياة، لذلك نقول دائما يعني رجاء لا تتناولوا أي دواء وحتى أي مستحضر وحتى أي مكمل غذائي حتى لو كان مكمل غذائي إلا بعد استشارة الطبيب، حتى نعرف إذا كان هناك في ضرورة لمثل هذه الأدوية أو هذه المكملات، وإذا كان في هناك ضرورة دائما هناك في مدة زمنية محددة في جرعة محددة قد تناسبني أنا قد لا تناسب الشخص الآخر. تماما. طيب، وطبعا هذه الأدوية أيضا تسبب يعني مشاكل حتى بضمن مجال اختصاصك يعني. نعم. أبسطها لنبتدئ بالأسبرين يعني. بالأسبرين وما يسبب من طنين واضطرابات وانسمام. نعم. في العصب السمعي. نحن نعود للحديث على اضطرابات السمع. نعم. ليس فقط عند الأطفال إنما في كل مراحل الحياة، لكن تهمنا مرحلة الطفولة بالذات لأنها المرحلة التي تتمكن فيها اللغة ويتعلم الإنسان فيها التواصل أو اللغة، وهو ما يميز الإنسان عن الحيوانات العجماء والحقيقة. حتى تتطور ملكة الكلام لابد أن يمتلك الطفل سمعا صحيحا. نعم. طبعا نحن مراحل تكون الأذن في الحياة الجنينية، هناك بعدين يعني في عندي إصابات مختلفة أو أمراض مختلفة وأدوية مختلفة قد تسبب إصابات سمعية عند الأطفال. عندي مثلا مرض الحصبة، مرض النكاف، عندي الفيروس المضخم للخلايا، عندي أدوية مختلفة منها الكينولات، منها الأسبرين، مسكنات الآلام التي تتناول في كثير من الأوقات بدون الحقيقة رادع أو بدون ما يفكر الشخص كتير أنه أنا بصير استعمل مسكن آلام ولا ما بصير استعمل. المرأة الحامل طبعا من المهم جدا توفير أم صحيحة جسديا حتى يكون الحمل أيضا صحيحا والطفل يولد سليما. فعموما الابتعاد عن الأدوية. نعم. هو الوصية الأولى التي ننصحها أن نوصي فيها، حتى لو كانت هذه الأدوية نباتية. نعم. يعني لا يوجد دواء ليس له
أعراض جانبية حتى لو كان نبتة. نحن نعرف دكتور أنه نعم. الكرار وهو السم الناقع هو نبتة والديجيتال هو نبتة نعم. ولكنها قد تؤدي إلى حين استعمالها خاطئا إلى كوارث. فممكن عندنا استعمالات في صيدلية المنزل نعم. استعمالات ممكن تكون أمينة وسليمة، لكن عندي أيضا استعمالات أشياء قد تكون غير سليمة وغير آمنة في فترة الحمل، وتأخذها الأمهات على أنه شيء طبيعي، مثلا كنبتة الحلبة لو فرضنا نعم. أو نبتة اليانسون أو, نعم. أو بعض النباتات ممكن تكون أيضا سيئة حتى على الطفل وعلى الجنين. إذن الحجر الأساس في فترة الحمل هو أن أحافظ على أم سليمة، وبنفس الوقت أن أتورع وأجتنب وصف الأدوية أنا كطبيب، أو أتجنب تناول الأدوية كأم. نعم. هذا أمر مهم جدا جدا. في عندنا أدوية سليمة ممكن تأخذها، لكن للأسف نلاحظ كثير من الأحيان أن كثير من الأمهات ممكن يتناولوا أدوية مسكنة للآلام، ممكن يتناولوا أدوية المضادة للكحة، وحتى المضادات الحيوية بدون استشارة طبعا. أو قد يكون حتى باستشارة ولكن بدون تفكير. سوء استخدام حقيقة، يعني مشكلة كبيرة طبعا. نعم، مهما كان التصنيف نعم. حتى لو تصنيف كولومبيا نعم. A أو B أو المرض نعم. الدواء لم يكن فعلا استطباب قاطع 100% لا تعطي دواء للمرض. يعني حتى المشكلة حاليا يعني طالما تكلمت عن المضادات الحيوية، لو ذهبت إلى أي صيدلية أو حتى أي طبيب، مضاد الحيوي الذي يوصفه حاليا هو فقط الأوغمانتين. يعني في غالبية الأطباء، غالبية نعم. الصيادلة فقط يعطوك الأوغمانتين نعم. واللي هو يعتبر يعني يعني واسع الطيف ومن أقوى المضادات الحيوية. طيب ربما لا يحتاج هذا المريض إلى هذا الدواء. دكتور بسام، حكينا فيما سبق أن معظم الأمراض هي أمراض جهاز تنفسي، وأن معظمها فيروسي. نعم. يعني لا تستجيب للمضادات الحيوية، إنما أنا أعتقد أنه في كثير من الأدوية يكون فيها العسل والليمون وزيت الزيتون نعم. والشاي والماء الفاتر قد نعم. يكون طبعاً. والماء هو نعم. الأساس في العلاج. المهم أن المرأة لأنه يجب أن نحافظ عليها خالية من الإنتانات، والمرأة الحامل ويجب قدر الإمكان تجنب الأدوية، وخصوصي بعض أنواع الأدوية مثل بعض أنواع المضادات الحيوية مثل الأمينوغليكوزيد أو الأسبرين أو الكينولون أو إلى آخره. الآن ولد الطفل، نريد أن نكتشف هل هذا الطفل ذو سمع صحيح أم لا. هناك برامج للمسح السمعي ظهرت من التسعينات نعم. في أوروبا، ثم امتدت في بالقرن 21 دخلت إلى الإمارات والحمد لله، وهي تجرى بشكل شبه روتيني في معظم المستشفيات. نتكلم عن البرامج، عن أهمية المسح طبعا السمعي، وتحديدا يعني حين الولادة في المراحل المبكرة أيضا من الطفولة، مع ضيفنا الداخل الأستاذ الدكتور ملهم ياسين، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة. السلام عليكم دكتور ملهم. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن المسح وأهمية المسح السمعي عند الأطفال. نعم، هناك برامج وطنية مختلفة في مختلف الدول نعم. للكشف المبكر عن الإصابات السمعية عند الأطفال عند المواليد. طبعا هذه البرامج جيدة جدا ومهمة جدا، لأن يعني عادة من كل ألف طفل نستطيع أن نقول هناك 2 حتى 4 أطفال ممكن عندهم إصابات سمعية، وهذا الموضوع يجب كشفه لمعالجته معالجة بكرة لما يسمى التأهيل الطفل اجتماعيا وبشريا، حتى يتعلم الكلام ويكون عضو فعال في المجتمع الذي يعيش فيه. طبعا نحن نقول أول حينما يولد الطفل يولد بطرق عصبية غير ناضجة نضج كامل، يعني مراكز السمعية، مراكز الكلام، مراكز الرؤية، مراكز الحركة في الدماغ كلها موجودة ولكنها غير مفعلة. نعم. يجب أن تتطور شيئا فشيئا وتكتمل بعضها في السن الأولى، بالثانية، بالسابعة، حتى سن البلوغ، وبعضها في نمو دائم. الآن الطفل حينما يولد يكون مجرى السمع عادة وجوف الطبلة في سوائل نعم. ثم تخرج بعد أيام عن طريق سيلانة خارج مجرى السمع أو عن طريق الشفط من قبل الطبيب، ومن الأنف تخرج عن طريق العطس اللي بنشوفه كثير نعم. عند الأطفال بالأسبوعين الأولى. مهم جدا نعم. نعم. طبعا رغم كل هذا يجرى اختبار السمع في خلال 24 إلى 48 ساعة بعد ولادة نعم. الطفل، ونسبة الدقة فيه عالية، يعني أكثر من 80% بتكون النتائج صحيحة. لكن أحيانا في هذا الاختبار
قد تكون عندي إجابة سلبية إجابة أو نتيجة إيجابية بنسميها. النتيجة الإيجابية تعني لا يوجد ما يسمى بالنشاط السمعي للأذن. ما هي طريقة القياس؟ طريقة القياس تعتمد على أن الأذن الباطنة عند الإنسان لها نشاط، يعني تقذف أمواج سمعية يمكن التقاطها عبر ميكروفونات خاصة، سميت بالقذف أو في الدفق السمعي أوتو أكوستيك إيميجين. نعم. طبعا ممكن في عنا قذف سمع عفوي وفي عنا محرض. المحرض هو عن طريق تنبيه الأذن الباطنة بتنبيهات مختلفة وقياس ردة الفعل أو نشاط الأذن الباطنة عليها. هذا القياس حساس جدا جدا، وفي حال إيجابيته يعني غياب التفاعل هذا إيجابي بنقول معناها الطفل عنده إصابة سمعية. فإذا أجري الاختبار في الأيام الأولى أقول الأم والأب دائما لا تقلقوا، يجب أن يعاد هذا الاختبار خلال 4 أسابيع. لماذا؟ لأن الأذن الوسطى ومجرى السمع بيكون تفرغ من السوائل أو من الخلايا المتموتة. هذا الاختبار دقيق إلى درجة أنه يجب أن يكون مجرى السمع فارغ تماما وجوف الطبل فارغ تماما، لا يوجد فيه لا سوائل ولا يوجد شمع ولا سوائل في مجرى السمع. فإن كان فهذا حجب بتطلع عندي النتيجة إيجابية، إن لم يكن والأذن الطبل الباطنة طبيعية بنسميه النتيجة سلبية، يعني يوجد سلبية من ناحية الإمراضية. لا يوجد مرض. فإذا عدنا الاختبار بعد 4 أسابيع أعدناه ووجدنا أن الطفل يسمع انتهى الموضوع. طبعا الفحص غير مؤلم، الفحص بياخد ثواني يعني 20-30 لحد 60-90 ثانية. هو عبارة عن مثبار صغير يدخل في الأذن يحتوي على ميكروفون ولاقط مستقبل ومرسل. نعم. وبننبه وبنستقبل نشاط الأذن الباطنة، وخلال فترة بسيطة ممكن ناخد الجواب الكامل للأهل وللطبيب أن الطفل هذا نتائجه سلبية والحمد لله ويسمع. فإذا كانت النتيجة إيجابية بالاختبار الآخر وجب الانتقال إلى مرحلة أعلى وهي ما يسمى بتخطيط جذع الدماغ. نعم. تخطيط جذع الدماغ أيضا هو اختبار ليس معقدا وليس مؤلما وليس جارحا ونتائجه دقيقة جدا. تخطيط جذع الدماغ يعتمد على تنبيه الأذن إحدى الأذنين. نعم. مع أعطاء ضجيج على الأذن الأخرى، ومن ثم هذا بنسميه التنبيه. نعم. ومن ثم قياس ردات الفعل المختلفة على الطريق السمعي من الأذن الباطنة في العصب السمعي حتى الطريق الدماغي المركزي. نعم. بنعطي التنبيه بالطريق عن طريق السماعة أو الميكروفون، وبناخذ ردة الفعل تبع الطرق السمعية وتسجل على شكل مخطط ذو مجموعة أمواج بهمنا منا نحن 5 عادة 1 للـ5. فإذا كانت هذه الأمواج الموجات موجودة والطرق المسافات بين الأمواج لها مسافات أيضا محسوبة. نعم. المسافات طبيعية معناها أن هذا الطفل يسمع سمعا طبيعيا. الآن إذا كان في غياب أو تشوه أو عدم ظهور لبعض الأمواج معناتها عندي أو الموجات معناتها عندي إصابات سمعية في طرق مختلفة. نعم. الإصابة السمعية تستدعي التدخل. نحن بنقول دائما كلما يعني أسرعنا بالتداخل بمعالجة هذا الطفل بالإصابة السمعية كلما كانت النتائج للتطور الطبيعي لمراكز الكلام أفضل بكتير. نعم. يعني كنا نبدأ عادة بالشهور 6 الأولى، خلال 6 شهور الطفل لازم يكون بالشهر 6 حاطط سماعات. نعم. إذا كان عنده إصابة سمعية أكثر من 30 ديسيبل. أما إذا كان هذا الطفل عنده إصابة سمعية شديدة جدا تقرب من الصمم فمنحط له سماعات، لكن تجرى له عملية زراعة القوقعة عادة في نهاية السنة الأولى أو في بداية السنة الثانية من العمر. نعم. القوقعة الإلكترونية. نعم. ويبي أنبه أيضا على أنه إذا كشفنا أن الطفل هذا مصاب إصابة سمعية من البداية يجب من الأسابيع الأولى في حياة الطفل نحط له معينات سمعية. المعينات السمعية مهمة جدا للنضج الدماغي. نعم. والنضج الطرق الكلامية والطرق السمعية أيضا عند الطفل. نعم. ولذلك حتى لو كان الطفل مما أذكره أنه حتى لو كان يجينا طفل أصم كنا نحط له سماعات ذات طاقة عالية لأن التنبيهات إلا توصل. نعم. بطريق أو بآخر. إذن كثير مهم التقييم يعني منذ الصغر ومنذ الولادة بالنسبة للطفل، موضوع يعني السمع مهم جدا. نعم.
ومنذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وأيضا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. هناك طبعا استفسار يعني من حسنا أعتقد تقول كلما ذهبت إلى البحر أشعر بثقل حكة سماع أصوات وأحيانا أحس وكأنه سداد في أذن واحدة. ممكن يكون في سدادة شمعية تنتبج بماء البحر لازم تفحص نفسها. نعم نعم. فدائما طبعا نقول أي عرض يعني أي عرض يعني يعاني منه أي شخص وخصوصا إذا ما تكرر علينا أن نراجع الطبيب لمعرفة السبب حتى لو كان صداع حتى لو كان أي عرض مهما كان بسيط. نعم. نعم. طبعا دكتور بسام نحن انتهينا من مرحلة الطفولة الأولى. نعم. الطفل الآن يتطور يكبر ينمو، هل هناك احتمال إصابات سمعية؟ نعم. في هذه المرحلة مرحلة الطفولة مو المبكرة يعني مو من مرحلة بعد بكون وليد، لا بعد من السنة الثانية بالثالثة بالرابعة بالخامسة حتى الصف الابتدائي. نعم الطفل معرض وبشدة وخصوصي بحياتنا اليومية الحالية في العصر الحديث، حيث أن الحياة مليئة بالضجيج وهو العدو الأكبر. نعم للأسف ضجيج خارجي وضجيج داخلي. حينما يتواجد الطفل والكبير أيضا في وسط سمعي شدة الصوت فيه تزيد عن 85 إلى 90 ديسيبل تبدأ الأذية السمعية. نعم والأسبوع الماضي تكلمنا. نعم. عن رقم يعني كبير جدا، أكثر من مليار شخص في العالم وتحديدا من المراهقين، طبعا المراهقين منهم في سن الشباب يعانون من اضطرابات السمع بسبب الضجيج. نعم نعم هذا كلام صحيح، اضطرابات سمعية واضطرابات نفسية أيضا. نعم. الآن الطفل منذ طفولته أمه بتعطيه الآيفون وبتعطي الآيباد لحتى يشتغل عليه ويسكت، من هو عمره أنا أشاهد هذا المنظر في سن السنة ونص. نعم وحتى بالسنة والسنة ونص. نعم أي نعم الرضاعة. بعدين فيما بعد طبعا بيحطوا له بالرضاعة، بيحطوا له هو ماشي بالعربية حاطة. نعم. أمه حاطة قدامه الآيباد أكتر، بعدين بيجي الألعاب الإلكترونية بالأصوات العالية، بيحط السماعات حتى ما يزعج الأهل، طبعا هذا كله له وهذا يسبب عزلة أيضا بالنسبة للطفل. يعني يعني نحن بنعرف أن الطفل في المراحل الأولى يتطور من الناحية النفسية والروحية والحركية وأيضا الجسدية، فللأسف يعني ما ذكرته فقط يتطور من الناحية الجسدية، أما النفسية والحركية وأيضا يعني الروحية والعاطفية للأسف لا طبعا بكل أسف. ففي عندي. نعم. إصابات أيضا، إصابات من الضوضاء أو طبيعة الحياة الحالية، وأنا يعني لا أبالغ أنه في يعني من 2003 حتى 2007 تقريبا كنت أجري اختبارات سمعية، فكنت أرى مقارنة مع الطفل الألماني أن الطفل العربي هنا عنده أكبر سنا من ناحية السمعية من الطفل الألماني بحوالي 15 سنة. نعم. يعني كتير أطفال شوفون بيبدأ السمع عندهم عتبة السمع تبدأ بعشرين ديسيبل. نعم. بينما الطفل العادي تبدأ بصفر. نعم. هذا واحد. على إضافة إلى ذلك هناك عندي أمراض مختلفة يتعرض لها الطفل في سن الطفولة. نتكلم عن هذه الأمراض وأيضا عن اضطرابات السمع عند الأطفال مع ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة بدب. السلام عليكم دكتور ملهم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب. وبركاته. كنا أيضا نتكلم عن المسح وبعدين انتقلنا إلى الأمراض. نعم. التي تسبب هذه الاضطرابات عند الأطفال. تفضل. الطفل الأذن الطفلية أذن حساسة جدا للمؤثرات على رأس الضجيج مثل ما تكلمنا عنه دكتور بسام الأسبوع. نعم. الماضي وأيضا هذا قبل قليل، لكن الطفل أيضا بحكم المجاورات التشريحية والعلامات التشريحية الموجودة وبحكم تعرضه الشديد لكثير من العوامل الممرضة. نعم. مؤهب للإصابة أكثر من غيره بالتهابات المجاري التنفسية العلوية وبالذات التهابات الأذن الوسطى، يعني أعتقد ما في الطفل على الأقل إلا أصيب مرة واحدة على الأقل بالتهاب الأذن الوسطى متكررة إصابات. نعم. متكررة. نعم. ثم عندي هناك الإصابات الأمراض التي في الطفولة مثل الحصبة الألمانية الوردية الوافدة. نعم. أو النكاف، التهابات الأذن بالمكورات العقدية، كلها قد تؤدي إلى إصابات سمعية، إصابات قد تكون بالأذن الوسطى أو قد تكون حتى في الأذن الباطنة. أيضا كثير من الأطفال أو بعض الأطفال يصابوا بالالتهاب الأذن الوسطى القيحي، ويعمد بعض الأطباء إلى إعطاء القطرات الحاوية على
مواد مضادات حيوية من نوع الأمينوغلوكوزيد وهي سامة للعصب السمعي. الأسباب التي تؤدي إلى إصابات في حياة في حالة الطفولة: الإنتانات المتكررة، الالتهابات الجهازية، بعض الفيروسات مثل النكاف مثل الحصبة، الالتهابات والمكورات العقدية، وأيضا استعمالات الأدوية وبعض أنواع المضادات الحيوية، وعلى رأسها الأمينوغليكوزيد، سواء عن الطريق مثل الجنتامايسين مثلا أو النيومايسين، سواء عن طريق الحقن أو عن طريق التقطير الموضعي في الأذن المثقوبة. من يقوم بذلك؟ ما زال إلى الآن بعض المدارس تعطي هذا الدواء، بيعطوك في حال الانصبابات القيحية، إنه بنعطي 3 مرات في اليوم نقطتين أو 3 جنتامايسين مع كورتيزون. طبعا الأذن بكثير من الأوقات بتصح، المفرزات تقل، لكن قد يعقبها إصابة بالعصب السمعي، إصابة سمعية غير حكوسة غير قابلة للرجوع، يعني مرض سيلازم الطفل. إصابة سمعية يعني بتكون مدى الحياة. طبعا استعمال هذه الأدوية قل كثيرا، وصار فيه إلى مراقبات ومعايرات في الدم حين أعطاها لتجنب هذا الموضوع، لكن نعرف أنه الأدوية من الأساس يعني نحن يجب أن نتجنب استعمال هذه الأدوية في جهازيا إلا في حالات الضرورة القصوى إذا ما في شيء غيرها، وتعطى كثير عند الأطفال في حالات الإنتانات الرئوية عند المواليد. أو يجب أن نتجنبها فعلا في حال وجود التهاب أذن وسطى مع انثقاب بغشاء الطبلة، ما بنعطيها. في عنا أدوية غيرها كثير الآن نعطيها، في عنا كينولون، في عنا أدوية أخرى ممكن نعطيها كقطرات في الأذن، لكن يجب أن نتجنب إعطاء هذه القطرات حتى كما يقولون لا تنام بين الأبور لا تشوفنا ما تحشي. إذن الطفل بحد ذاته في حال الطفولة إذا كان عنده التهابات أذن وسطى متكررة ولها أسباب كثيرة، أنا أعتقد أن من أهم الأسباب لالتهابات المجاري التنفسية العلوي هو التحسس الغذائي عند الأطفال، اللي تناولنا نسبة التحسس الغذائي عالية جدا عند بين أطفالنا، وحكينا الأسباب من الولادات القيصرية، العزوف عن الإرضاع الوالدي، البدء مبكرا بالجلوتين وبالبروتينات البقرية الغريبة، المواد الإضافية، المواد الأغذية التي تعطى للأطفال للأسف، يعني بدل ما الأمهات يعني تقوم بتصنيعها في البيت نقوم بشرائها جاهزة ولا نعرف، والإسراف في استعمال المضادات الحيوية والأمور الدوائية الأخرى. طبعا هذه يجب أن نفرد لها حلقة خاصة بتأثيرها على الأطفال إن شاء الله، فيما إن شاء الله طبعا هذا موضوع هام جدا. لأنه شائع، وحقيقة الأمر يعني لدي يوميا مراجعون 2-3-4 أطفال تقرر لهم عمليات، وعلى هذا الأساس بيكون فعلا بالنهاية قضية تحسس غذائي. وتعود المشكلة حتى لو أجريت عمليات أو أعطيت أدوية، ستعود طالما أن العامل المسبب الأساسي هو موجود يعني. طبعا في سن الطفولة بالحد 6 سنوات 5 سنوات بتكون المشكلة بالدرجة الأولى هي إصابة في الأذن الوسطى، يعني عبارة عن نقص سمع عكوس قابل للرجوع، بيكون في عندي تجمع في السوائل قد تكون مصلية ثم تتكثف فتصبح مخاطية ثم تتكثف أكثر فتصبح غرائية أو عجينة، وهو ما يسمى الأذن الغرائية الصمغة. أو الغروانية أو الصمغة أو الجلو إير بسموها بالإنجليزي. طبعا الحل هنا بمعالجة السبب، إذا كان في تحسس غذائي يجب أن يزاح، إذا كان في عندي مشاكل أخرى، إذا كان في عندي ضخامة ناميات، ضخامة شديدة غير قابلة للعودة، يجب إزالتها بعمل جراحي. لكن هذه الإصابة أو التهاب الأذن الوسطى أو الأذن الغرائية هي إصابة قابلة للإنعكاس، يعني مجرد ما فتحنا الطبلة بعمل جراحي حطينا الأنابيب تعود الأذن للتأهيل شيئا فشيئا ثم تعود إلى العمل خلال أسابيع نرجع للوضع الطبيعي كما كنا. طبعا الأنابيب تبقى في الأذن حتى تلفظ هي بنفسها، هذا الموضوع بيأخذ 6 أشهر إلى سنة. في عندي حالات خاصة توضع فيها أنابيب دائمة، أمراض خاصة تسبب زيادة اللزوجة وزيادة إفراز المفرزات، طبعا يعرفها أهل الاختصاص ولا مجال لمناقشتها هنا. إذن الإصابات السمعية في الأذن الوسطى تؤدي إلى نقص سمع مؤقت يزول بزوال السبب، والسبب يعرفه معظم الأطباء ويعرفه أيضا عنده خبرة في معظم الأهل، أنه إذا عندي سوائل لازم أطالعها برات الأذن وافتح الطريق السمعي. الآن لو أصيب الطفل طبعا بإصابات، نحن كانت الحمد لله الآن في لقاح النكاف ولقاح الحصبة، كانت أول تؤدي عند كثير من الأطفال حقيقة إلى إصابة سمعية،
وحيدة أو ثنائية الجانب حتى، وتؤدي إلى إصابات سمعية مختلفة. في هذا السن أيضا هناك الالتهابات الفيروسية، هناك العوامل الدوائية ذكرناها، وهناك الرضوط. الطفل كتير بيقع على رأسه، بينصدم برأسه بالجدار، بيقع من على الطاولة، بيرمي حاله من فوق الخزانة على السرير. رضوض الجمجمة قد تؤدي إلى إصابات سمعية قد تكون دائمة. إذا كان عندي في إصابات، يعني في عندي إصابات نسميها إصابات العكوسية لارتجاج الكدمات الأذن الباطني، سواء في الدهليز أو في القوقعة ناتج عن الصدمات، في كثير من الأوحات أوقات تكون هذه قابلة للعودة. لكن في عندي أحيانا كسور قد ترافقها إصابات دائمة ويجب كشفها ومعالجتها. نعم، ودائما نقول يعني حتى لو كانت الإصابة بسيطة يعني غير ظاهرة للعيان، فأي إصابة على الرأس أو رد يعني يتعرض له الطفل لابد من المراقبة، وأيضا يعني المراقبة تكون عادة حتى في المستشفى في بعض الحالات. هناك رسالة طبعا بشكل عام الرسالة لكن يمكن أن تجيب عليها الدكتور. السلام عليكم، كيف نعالج ارتفاع حرارة الطفل المفاجئة وما هي الأسباب؟ طبعا حسب السبب. حسب السبب نعم. إذا كان عندي يعني فضل. لكن تخفيض الحرارة هي يعني في يمكن للأم في البيت أن تقوم بتخفيض الحرارة. نعم. في عندنا الأدوية الموجودة، لكن يجب أن نرفعها شرب سوائل لتعويض المطروح، وفي عندي التبريد. نعم. نحن طبعا يعني إذا كانت 38-38.5 في كثير من الأوقات ما نعمد لإعطاء الأدوية. نعم. لكن إذا كان عندي قصة اختلاج حراري أو عندي حرارة وصلت للأربعين والطفل ما دون السنتين، هنا يخشى لأنه في عندنا عطب، عندي إصابة بإصابة عندي نقص سمعي مركزي بيكون. نعم. ممكن الحرارة التي وصلت إلى 40 للطفل ما دون السنتين أن تترافق بإصابة سمعية دائمة مركزية، ومثلها اليرقان دكتور بسام. نعم. اللي بصيب الأطفال بعد الولادة، إذا كان عندي يرقان من سمير يرقان النووي، يعني وصلت اليرقان إلى أكثر من 20 البيليروبين في الدم، ووصل إلى الترسب على بعض القنوات، بعض النواة السمعية في الدماغ، قد يؤدي إلى إصابة سمعية دائمة وتكون في كثير من الأحيان مزدوجة الجانب. يعني هذا منشان هيك فحص الأطفال الدوري، حتى مو بس المسح السمعي، يعني حتى الطفل صار عمره 3 سنين دخل الحضانة دخل المدرسة، حتى لو الطفل ما عم يشتكي أفضل دائما أنه يجرى عليه اختبار سمعي. نعم، وخصوصا إذا كان الطفل أيضا لديه تأخر في النطق فهذا أمر هام جدا. يعني ما نعزو هذا الأمر لأنه الطفل وحيد أو لا يتكلم مع أحد أو ما شابه ذلك. نعم، إذا كان تلاحظت الأم الطفل خلال تطوره بمر مراحل بيصدر فيها أصوات، سيصدر فيها بنسميه كاغي. نعم. هذه الأصوات ستصدر حتى لو كان الطفل أصم، لأن هي جزء من النمو الروحي والحركي. نعم. الأم بنفسها هي ممكن تكتشف الطفل من البداية إذا في عنده مشكلة سمعية ولا لا، عن طريق مثلا الصرخة بصوت عالي، بالتصفيق وجنب أذن الطفل، في منعكس بنسميه منعكس الجفن. نعم. الطفل إذا سمع صوت عالي رح يحرك جفنه وممكن ينفض كله. ففي عندي طرق بسيطة وغريزية ممكن الأم هي تعرف أنه، وعادة هي تأتي الأم بتقول للطبيب أنا حاسة أن أبني ما عم يسمع. إيه، لكن للأسف بعض الأمهات يعني تعزو هذا الأمر إلى أنه الطفل يطنش أو لا ينتبه. نعم. أو ما شابه ذلك. نعم. بينما هي ليست تطنيش. لا. ولا إهمال، هي مشكلة في السمع، مشكلة لابد من يعني معرفتها. عندي طبعا مشكلة أخرى. نعم. قد تكون المشكلة هي تظهر في بعض أوقات السنة، هي المفرقعات. نعم. المفرقعات من المواد الخطرة جدا، لا أقصد فقط بالحرائق إنما المفرقعات قد تسبب إصابات سمعية شديدة وغير قابلة للعودة. نعم. الأطفال أحيانا بيلعبوا مسدسات وفيها مفرقعات ممكن جنب أذنه للطفل، هذه كتير أوقات بتكون الصوت أكثر من 90 أو 100 أو 120 ديسيبل، وقد يؤدي إلى ما يسمى بالرض، الرض الانفجاري للأذن الباطنة. الرض الانفجاري للأذن الباطنة قد يعقبه إصابة سمعية دائمة عند الطفل. طبعا المفرقعات اللي يسموه الشلك أو غيره، هذا اللي بيفجروه الصواريخ بآخر أيام السنة. نعم. هي كلها قد تؤدي إلى إصابات سمعية عند الكبار وعند الصغار. نعم. نختم بثلاث دقائق، دقيقتين ثلاثة معنا. السمع عند الأطفال حاسة مهمة جدا للتطور الروحي والحركي وتطور ملكة الكلام. نعم. هذا واحد. الإصابات السمعية قد تحدث منذ الحياة الجنينية بالترم الأول من الحمل، وقد تحدث في الترم الثاني أو الثالث من الحمل، وقد تحدث خلال الولادة بنقص الأكسجة إذا كانت الولادة عسرة.
واحد، يمكن الكشف على الإصابات السمعية الآن اعتبارا من اليوم الأول، بل من الساعات الأولى من حياة الطفل. نعم. طبعا الطبيب المولد يكتشف إذا كان هناك إصابات جنينية في تشوهات، كما أن المسح السمعي هو الطريقة المثلى للكشف المبكر عن إصابة أي طفل بنقص السمع. يجب تعويض أو معالجة الطفل منذ البداية خلال الأسابيع الأولى من حياته إذا كان عنده إصابة سمعية بمعينات السمع، وعادة إذا كان إصابة سمعية شديدة يعالج الطفل بزراعة القوقعة ما بعد في السنة الثانية من العمر. لا بد من سمع سليم للحصول على ملكة كلام سليمة. نعم. الأم يجب أن تنتبه إذا كان الطفل عنده إصابة سمعية أو لا عن طريق منعكساته. وهذا دور، يعني دور الأبوين، يعني ليس فقط الأم، يعني دور الأبوين بمراقبة. نعم. الطفل مراقبة واعية أيضا إذا كان هناك تأخر، طبعا حتى تعرف إذا كان هناك تأخر لابد أن تعرف متى وكيف يعني ستتطور يعني ملكة الكلام وغير ذلك لدى الطفل. كل طرق الكشف السمعي هي نعم. غير راضة وغير مؤلمة وغير خطرة على الحياة. نعم. وغير جارحة. أنصح وطرق العلاج والتشخيص متاحة ومتوفرة. أنصح نعم. بإجراء الاختبار السمع سواء الكيندر أوديومتري أو اختبارات السمع الأخرى عند الأطفال عند دخول الحضانة أو سن المدرسة. وفي سن المدرسة الأولى. نعم. طبعا ويجب أن نسأل الأطفال إذا كان في عندهم مشكلة، أو الطفل كتير من الأوقات يعني هو بيقول لأمه ماما أنا هاي داني ما عم أسمع فيها، يجب أن نأخذ هاي الشكوى بعين الاعتبار، ما نقول ولد عم يتجاهل ولا ولد بده شيء من أمه عم يضغط عليها نفسيا أو عم يضغط عليها عاطفيا حتى تحقق له. نحن الآن نعيش في عصر الحمد لله إمكانية الكشف عن السمع، إصابات سمعية مبكرة موجودة. نعم. وإمكانيات العلاج أيضا متوافرة ومتاحة، وعندنا في البلاد حقيقة رينج أو طيف واسع جدا من المعينات السمعية ومن إمكانيات العلاج، مراكز زراعة القوقعة منتشرة. نعم. على طول الإمارات وعرضها، ومراكز إعادة التأهيل أيضا. السمع هبة من الله، السمع ضروري جدا لشخص نافع. نعم. في المجتمع. نعم. وقادر على التواصل. نعم. كل الشكر للدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة بدبي. دكتور ملهم شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.